خلينا نشوف الحجي بس هنا ما يقدر يوقف. ننقل هاي الامور كلها، موضوع الكهرباء، موضوع فتح السوق ايضا الى المسؤول. هلا عمي شلونك؟ انا شفتك ما تقدر تمشي لنا واليدي مجلوط 10 جلطات. سلام من الدوله هاي التعبانه شكرا صراحه. سلام. انا 30 سنه 35 سنه بجيش السابق، جيش الابطال بقبل على الرياضه. نعم. شنو تعسكري؟ ها عسكري نابا، ما يعطوني فلوس، راتب ماكو. راتب ما عندك؟ والله ماكو. شو ماكو؟ ليش؟ ما هذه تعبان. لا 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 على كيفك على كيفك. واليدي في دور وحده. جيب له شيء خليه. ماكو منفذ. انتم بس اعلام لو تنفيذ اكو. هذه تنفيذ ماكو. مليت من الاعلامات السومريه وغيرها. ايه. هذه نتيجه ماكو نتيجه. شنو بس اعلام؟ اقعد حج. وين هو هذا الكاظمي ما يسموه؟ وين الكاظمي؟ وصوني الكاظمي بكم فائده؟ وزير الدفاع وينه؟ ابو والله 35 سنه بالسقوط انا بالجيش. ليش ما يطول يقولوا قاعده ما عندك وعندي مسمسكات هنقد وعندي دفتر خدمه وهي 10 جلطات وماكو راتب؟ والله لا راتب لا كراويه. خدمت خدمه شريفه، خدمت القاع، ما خدمت صدام حسين، خدمت القاع. الكاظم وين الكاظم؟ وصول الكاظم وين تعبان؟ عمي احنا صوتك ننقله ان شاء الله الى وزاره الدفاع. النتيجه يعني هاي وزاره الدفاع. النتيجه مليت من الاعلام. اهم احترامات على راسي خليكم، بس ماكو نتيجه. لا سوبريا مصطفى مصطفى ماكو نتيجه، ماكو نتيجه. 10 جلطات وما يطول راتب. حطينا وقت الحراميه، وقت الحراميه. الفقير ما يطول راتب، الفقير ما يطول راتب. اهدى صحتك عمي ما يخالف. ودون وزير الدفاع يقولوا جمع نادي، جمع نادي. ولا جمع ولا وزير الدفاع. انا مو في الجيش السابق، انا راجع سنوات الدفاع. يقول عمي روح انت من الجيش السابق، هاي سنوات الجيش الحاضر. والله يا ابني تعبان، ابني طوعت ابني للشرطه، ابني خطفوه. شارعنا خطفوه ابني. لا علي لا راتبي لا ابني. شنو الوضع؟ ليش؟ ليش يعني؟ وقت الحراميه، وقت الحراميه، والله وقت الحراميه. ليش الفقير ما حد يلتفت علي؟ الفقير ما حد يلتفت. والله ما حد يلتفت علي. رقم تليفون حجي، خلي رقم تليفونك هنا يا الولد. احنا راح نحاول يعني نوصل صوت ال ابو تعال حجنا. خلي يعني وزاره الدفاع يعني تناقشنا على مواضيع هذه. هاي العالم اللي رواتبها يعني انقطعت من يوم السقوط. فهذول ايضا يعني عراقيين بالنهايه، وين ما خدموا وين ما اشتغلوا هم عراقيين بالنهايه. لذلك يعني نتمنى رد من وزاره الدفاع. احنا راح نتواصل بخصوص موضوع الحجي مع الوزاره، مع اعلام الوزاره، ونحاول نوصل الى السيد الوزير. محمد حسن عبد الله الهيبي. شنو كان رتبتك؟ رتبت نابغه بدر السابعه هذه، ومن سقط الفوج سقط العراق كله. الفوج دفاع وجبال 57 حمايه التدبط الثانيه. حياتك اهم، صحتك اهم. يا حياتي اذا ما عندك فلوس شنو عيشتك؟ اذا ما عندك فلوس شنو عيشتك؟ شنو عيشتك؟ الله يا فلوس.